قبل كده عن أنشطة المشروع المصري للكبريت. في مجهود استمر 20 سنة قدرنا نتوصل لمنتجات سمادية بنسميها مخاليط الكبريت السمادية، ودي يعني عملت ثورة في المجال الزراعي لأنها أسمدة نظيفة مفيش فيها ملوثات غير قابلة للتثبيت في التربة أو للغسيل، وبيعتبر زي ما بنكون بنضيف مخزن من المواد الغذائية وكلها منتجات طبيعية موجودة في الصحاري المصرية في البحر الأحمر في الواحات في أسوان من كل مكان بنجيب خامات. الخامات دي غنية في البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، بتتخلط مع الكبريت وبيضاف لها بكتيريا مناسبة. وخلال الخمس سنين اللي فاتت تحت إشراف المباشر للمركز القومي للبحوث ظهر أول منتج باسم كبرومايت، لكن حقيقة احنا طورنا هذا المنتج وبقى أكثر تخصصا وأكثر كفاءة وطلعت منتجات أخرى، فاحنا هنطلق عليها جميعا اسم مخاليط الكبريت السمادية. والمركز القومي للبحوث كذلك بيعمل خلطة محاليل تكميلية، الخلطة التكميلية بتكمل النقص اللي موجود. ومعانا اليوم من النهاردة زميل الدكتور عبد الغفار خضر وأستاذ البساتين في كلية الزراعة جامعة الشمس، لكن في الفترة الأخيرة هو تفرغ للإنتاج الزراعي والتوسع الزراعي. الحقيقة احنا بدأنا المشروع ده من حوالي 10 سنوات، ولكن التشجير بدأ متأخر سنتين عن البداية، وربنا وفقنا وقمنا بتشجير معظم مساحة الأرض البلغ مساحتها حوالي 1300 فدان تقريبا لمعظم أنواع أشجار الفاكهة. عندنا مساحات كبيرة من الموالح والتفاح وبعض المساحات متناثرة من التفاح من الخوخ والعنب المشمش والكافي. بعد ما بدأنا مشروع التشجير مباشرة ربنا وفقنا في ان احنا نتعاون مع المشروع المصري للكبريت، هو احد مشاريع المركز القومي للبحوث والذي رأسه الاستاذ الدكتور مصطفى هلال. والحقيقه احنا من بدايه التعاون لغايه دلوقتي لم ينقطع التعاون معهم، بنتعامل معهم سنويا وهم بيساعدونا في عمل تحاليل التربه وتحاليل المجموع الخضري حتى يعني ما ناخدش اي مركبات، ولكن هم بيطوعوا المركبات اللي بيدوها لنا حسب احتياجات المحاصيل المختلفه. فاحنا